السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا المشاهدين، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيد الأحرار وأخيه الإمام العباس وكل من كان معهم. مستمرين وياكم أكيد بتغطياتنا الخاصة بحلقاتنا لشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء. من البداية كنا حريصين على اختيار الأشخاص اللي عندهم إنجاز مختلف أو منجز مختلف في هاي القضية العظيمة، ودائما ما حكينا بأنه أنت إذا أردت تكون إنسان تحمل كل معاني الإنسانية لازم تقتدي بهاي القضية، وإذا كنت مواطن تقتدي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى فأنت لازم تكون مقتدي بهذه القضية العظيمة. فبالتالي هي ثورة وهي حق مطلق وهي إصلاح وهي قضية دينية، قضية المدافع عن الحق الشرعي، قضية المدافع عن الإسلام، قضية المدافع عن راية الحق. فبالتالي مستحيل أنه أنت تموت للحق بصلة إذا لم تكن مؤمنا بهذه القضية وبنصرة الإمام الحسين. اختياراتنا مستمرة، اختيار اليوم مختلف، قد يكون على الصعيد الإنساني قبل أن يكون على الصعيد الفني من الناس اللي من تتعامل وياهم على مدار سنين من الزمن. هاني دا أحكي ما تلقى خدش إنساني، فهذا دليل على أنه هذا الإنسان مو بس دي يكتب قصيدة بهذا المجال، وإنما هو محاول أن يتخلق بخلق من كتب لهم هذه القصيدة. بداية أكيد من الشاعر أخويا وصديقي وحبيبي صفا صد. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند. شلونك يا حبيبي؟ أنا بخير، أذات بخير، وأنا وسهلا بضيفك. الله يحفظك وكل مشاهديك، وإن شاء الله اليوم نحاول نقدم شيء يليق بالقضية هذه، اللي يليق بالحسين الشهيد، الحسين الثار، الحسين صاحب الله العظيم. فإن شاء الله نقدم شيء يليق اليوم. آمين يا رب. وأكيد أعزائنا المشاهدين ضيفنا الثاني بعض من الناس يدخلون إلى القلوب بدون استئذان. ممكن من تكون عندك موهبة فهذا مو اختيارك وإنما هذا قدرك ورزق من رب العالمين، بس إنه أنت وين توظف هذه الموهبة هو هذا اختيارك. فمن اختار هذا الطريق لتوظيف هذه الموهبة تمنيت شخصيا على الصعيد الشخصي بأنه الناس تسمع هذا الصوت الشجي من خلال برنامج القصيدة، أكيد ضيفي المبدع الملا مصطفى الدراجي. مساء الخير. الله يعزك استاذ مهند حبيبي. شلونكم يا حبيبي؟ الله يعزك، عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى شهادتي بعبد الله الحسين عليه السلام. وإن شاء الله اليوم نقدم شيء للحسين يليق بالحسين ويليق بخدمة الحسين. آمين يا رب إن شاء الله. خليني أبدي من صفاء. حكينا بداية أنا أعرف مواقفك على الصعيد الوطني وربط عظيم ما بين هذه القضية وما بين يومنا. أكيد ما نغفل عنه، إحنا نعيش بطف مستمر. احنا نعيش بضغط مستمر، وهي الام الناصر كانت للاجيال القادمه مو للامام حسين. فالطف مستمر والحق والباطل، هذا البياض والسواد مستمرات، واللي يعرف الامام الحسين المفروض يعرف يختار. فهو كان رجل يعرف يختار، والا زهير بن القين يقولهم ان الله قد ابتلانا واياكم بابله من رسوله ليرى ماذا نفعل وماذا تصنع. الله، لان هو ابتلاء، حتى ما تكون يا ابتلاء، الابتلاء لأن طريق الحق صعب. فأكيد موجود اليوم الإمام الحسين والطف مستمر أنا أشوفه. خلينا نقول ماذا تعلمت من ثورة الحسين؟ أقول لا، تعلمت أنه ما أخاف أموت بقدر ما أنه أشوف المعنى. صح الموت أن الناس تقول لك هام وراح تموت، بس المعنى ما وراء الموت. تعلمت أشوف ما وراء الموت، تعلمت أشوف الحسين المنتصر، هذا اللي لحد الآن موجود، اللي شاف باكر ما شاف اليوم، كان عنده نظرة للمستقبل. ما هي هاي القضية، احنا دائما ما كنا نقول ملا نقول المعركة كانت شكلية، الانتصار ما كان بداخل الانتصار المعركة. الانتصار بالمعنى، نعم الانتصار بالمعنى. صح. من بعد 1400 سنة وباقي القضية وباقي الحق وباقي الباطل، على الرغم من محاولات الطمس بكل السنين، وتعرف التسلطة لمن كانت وتعرف شلون حاولوا يطمسون هذه القضية. فبالتالي ممكن أن يكون، خلينا نقول سؤالي موجه للملا مصطفى، ممكن يكون الحق أقوى من السلطة؟ ممكن الحق أقوى من السلطة، ممكن
نعم، الحق باطل والسلطة تزول، الأشياء الباقية هي دائما اللي هي الأقوى. أنا أحب تفكير الحق أحب فكر والفكر يبقى. أحب ثوريتك أكيد ما أقدر تجاوز الروح الثورية اللي بداخلك بدون أن تربطها بواقعنا أو بالفترة اللي يمر بيها مو بس بلدنا، ممكن المنطقة كليتها وبين الطف. ما أعرف، أنا سؤال ارتجالي بس أنا ما أريد أحرجك، بس لأنه أنا أعرف صفاء الصمت فأكيد أكو ربط بالأحداث ما بين أحداثنا وما بين الطف. أنا قلت لك أنا أعيش بطف مستمر. اليوم اللي بغزة مو طف، مواقع أطفال قاعد تنذبح وأكو نساء قاعد تحترق ومخيم رفح نساء احترقت، ويطلع رجل شايل ابنه بدون رأس ويفتر بيه كذا، هيك مو طف مستمر حاليا موجود، وجوع وعطش و معركة بين الحق وبين الباطل. فمثل ما قالوا مناصرين الإمام الحسين قبل 1400 سنة، ممكن ما قل مناصرين الحق بهاي الفترة، فخلينا نكون مناصرين ولو بالكلمة. قصيدة اسمها رسائل من تحت أنقاض غزة إلى الإمام الحسين عليه السلام. هي رسائل من تحت أنقاض غزة إلى الإمام الحسين بمثابة اعتراف واعتذار إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين. نعم. اجيتك بيا ريحة ذل، ريحة تشوفها العميان ويستنكف يمر قبالها المفضوح، ريحة عار من نجدامي العقاوي، من كل شيء، من تاريخي، من مهرتي ومن سيف، ريحة عار اش ما حاول أغطيها بشعارات وقصائد فخر وبكذبة صلاح الدين ما تتغطى، تبقى تفوح. اجيتك لا ظل عمتها مشي بصدري، لا خنصر نقص عندي، لا مذبوح كامل جيت وبغزة جثث متقطع الله تروح. أدخل وأنا وصمة عار، أدخل ليش؟ من يمت الجبان على شجاعي يفوت؟ الله. أدخل ليش؟ جايك عايش وعايف أطفال تموت. أنا العايش المسحوق وانت الميت الفوق الرمح صاعد، جيتك ساددني وخايف من الصوت، جيتك من ألام الناصر انشارد، جبان وعايف بظهر سبايا وخيم محترقة وعطاش تلمت بالريح، عطاش الرمل قدهم ما قدر ينشف، جيتك شارد من الطف، جبان وعلمتون رتب مقلوبات. الله. وبعيون صفار من الجثث باقي ومرب كل حيلها تفزع وبهدوم وبقايا الصوت، ألا أيا ليتني شقد قايل لكن شذاب شي علم الجبان يموت. جيتك وأنا ما شبهك بس عند رسائل لازم أقراها، أمانة وياي من غزة رسائل ما أدري بيا وجه راح قبالك أقراها، بس هذا البريد وهاي مشكلته يلم الحبر ويجيبه ويعوف الناس. الرسالة الأولى من مسجد بين القبلتين وطاح، القصف ما خلى بي لينعبد عنوان، كتبها وكان سهم القبلة مدر منين، مو للكعبة والمحراب نص سجادة بي ونص منبار، وسبحان بلا تكملة وبسم المادري ودخان وصوت الله أكبر من تحت الانقاض يطلع كنا شب غرقان، وبوحدة من زوايا نص دعاء وتراب، وحدة من زوايا مجزرة وخذلان، وبالنص مأذنة تزحف الصوب النار، تزحف الصوب النار بل كتلحق على البقى من القرآن، تزحف على وشالت حيلها. كتبها الرسالة الأولى من مسجد بين القبلتين وطاح، القصف ما خلى بي لينعبد عنوان، كتبها وكان سهم القبلة مدر منين، مو للكعبة والمحراب نص سجادة بي ونص منبر، وسبحان بلا تكملة وبسم ما أدري ودخان وصوت الله أكبر من تحت الأنقاض يطلع كنا شب غرقان، وبوحدة من زوايا نص دعاء وتراب، ووحدة من زوايا مجزرة وخذلان، وبالنص مأذنة تزحف الصوب النار بل كتلحق على البقى من القرآن، تزحف على وشالت حيلها وتصيح عوف الموتى، طف البقى من القرآن للجنة اللي يسولف عنها وصلت نار، وما ادريش كم نبي بي لايحة دخان، ويم المأذنة سبحة قطعها الخوف تتلفت تدور تكملة سبحان، كتب لك والمنارة الطايحة تباوع على التيجان، كتب لك يا غريب الغربتك لليوم
درس مجاني للمسجون والسجان. ذكرتك من طحت وحدي واللي يصلون يدعون الله يحفظ حفلة السلطان. لسه الناس مو للناس للدينار ولسه على الدرب وحدهم الشجعان. مليارين مسلم وانا طحت وحيد مو دم مستحضر اللي ينزف الاذان. صحت يا مألف بين القلوب وشلون اطيح الوحد والمسلمين اخوان. طلعت من الصراط بيوم هلو ما يجين الصوت اش لا تنسى البيبان حسين الوحد والمسلمين اخوان. اجياتك وانا ما اشبهك بس هذا البريد وهاي مشكلته يجيب الصوت من اهله ويعوف الناس. الرساله الثانيه من طفل بس المشكله بهاي الطفل ما عرف يكتب. بقيبش قلت له شلون اوصلها؟ قال شلون؟ قل له طفل من غزه. قلت له وبعد؟ قالوا واشر عنه حري يعرف شري لحش. الله. الرسالة الثالثة من أم من مخيم رفح. حرمة مطشرة ما تدري وين تروح. حرمة بثوبها مشلب طفل محروق بس ما يبكي من النار، يبكي بكثر ما جاية. والقدامها مذبوح تحضمه تقلبه تشتمه. هو هذا مو هو تشتمه تشم دمه بريحة حليبي لا أظن ما بي. هو هذا مو هو خش قد حقيرة ريحة البارود خبيثة ضيع بالدم حليب أمه. الله. هو هذا مو هو تشتمه هو تفز الضمة من الشوف. حرمة قبالها تدور طفل ضايع. حرمة والعقل ما بين عين وعين من فوق الكراسي الخاينة تباور. عقال يقول ومن قول حش السامع نستنكر ندين ونرفض ونشجب. يقول وما عدا قصته كل شيء كان بيناقع. وعقال يقول انا اقترح نعطيها خبز وضماد وبهذا نعتبر هم موقف مسوين وهم خاينين الاخوه المطبعين وياهم لان الصدقات تجوز على الجايه. واحد قال هذا المقترح جيد، واحد قال لا مو زين نعطيها خبز وتعيش وبنها المحترق فوق الحرق يكبر ودم المنذبح يربى ويعين سلاح ويقاوم ويحفر بالانفاق انفاق ويموت وترد النار تاكل من مزاج الناس ويرد يلوم من اللايم. لا مو زين لا ما ننطو. واحد قال لا ننطو بين ننطو والما ننطو ولا ونعم الصوت. قام عقال بالنوم بصحيح بيكم صحيح ما تشوفون أقيامكم عقال من الخدر نايم. الله. ما تخافون من الله صايم أنا ما تدرون عبادة وأجر بيها نوم تصايم. واحد قال ها اي والله ندري شلون ما ندري نعتل على الشيطان نسانة آسف واعتذر نعتذر كل احنا أو في الحمل وسطنا أو في الطفل. لا تغضب علينا السماء نزل لعنة الخالق عوفوهم أهم شي نوم تصايم ونسد الحج وما كبر الجامع. وبعد عقال هذا اللي يكرم السامع نستنكر ندين ونرفض ونشجب. ويما عقال باوع للدم بتكعن وهزيديه وما ادري ايش حكى ورايج راح ابد ما راق للمنظر توه من السفر راجع. ويما عقال ثاني هذا مو من راس من رجلين بيها عيون ما ادري شلون من بيناتهم طالع. هذا يباوع وما يقول لان ملتهي حضر حفله الموسم. يا اهل يدعي بيها شلون شو يسوون؟ يا مطرب اللي ينجح يا لحن يختار شو يغنون ويرقص قاطع الشارع. حرمة تحيط بها النار والدخان والجياع. وعلى هاي العقب والمهزلة تباوع. كتبت لك عند العرب ما ظل الزيت تكفل قفار الماي الفشلة تلوح من الشمس للظل. ما مش رايب من تفزع مرض ذلتهم يختلون. راح الوقت اللي يهدون بيه حفاي يجينا السهم ما يبقى على درب عيون. عيون العرب أغلى من الشرب هواي. سلام الزينبك مولاي وسلام الموقفك يا فياي. سلام ويبدم من حرمة عطشة ناس للعطشان ناس وماي. شكرا وأسف على طالة. الله عليك العفو. الله خليك مدى شي يقول تحكيت هواي. الله يعزك. ممكن الرحمة والخلود على كل شهدائنا من أهلنا وناسنا في فلسطين. بس نوبات الإنسان لا يملك سوى الكلمة وهذه الكلمة. ولا ممكن عكس ما كنا محضرين بالكواليس وأنا أعتذر. لا هذا حبيبي. بس نواتك وأشياء تستحق أنها مو بس تغير الأعداد على موتها. صح. وإنما مفروض تغير حتى فكرك. أريد أسمع شيء للشهيد. الله يعزك. والله شهداء هم فخار. أكيد طبعا.
ويستغلون وحيذكرهم في مجلس الحسين ومجالسنا الخالدة. نقول بغيابك يا ملتج قلبنا، يا والله احنا منك يا ما شبهنا يا اخو. انا بغيابك يا ملتج قلبنا قلبنا اخو، والله احنا منك ما شبعنا. والكم ترى من غبت لليوم طلعت ارواحتنا وبزعنا يا اخوي. انا يا ذيك لو شاليت تحبه يا ويلي يا ابوي. يقول يا ذيك لو شال التحب افراقه وعلى قلبك يتعبه، لازم ورال المقبره تروح. الله على المرمره قلبك تذيب، على المرمره قلبك تذيب يا انا الغالي. الله ولك الغالي ترى يتعب فراقه، يبهذل ولك فقد الرفاقه يا اخوي. تنسيت شهيته اللي يفقد شي بعد ويا ما يتلاقى، يا ولك واهس بعد ماكو بحياتي من يوم دفنه وذكرياته. ظليت مركز ولا اشوف من نام جوه القاع غاتي. بعدكم مقطوعة ها، وهاي الناس كلهم فاقدة، وشايف الصاحب شلون عزيز ها. يقول الشعور يا صاحبي ولك وينك متيت يا الغالي من دونك. يا صاحبي حاجين شيخ بارك يا صاحبي، لما المتيت ظلمة اصبحت دارك يا صاحبي. خويا وحش المقابر لا تطب بها يا صاحبي، ربعك بعد كل حيل ما بيها يا صاحبي. خوي الصور قميت يومي حاجيها يا صاحبي يا صاحبي. الله سنت. الله يعزك. الله من اللي يقول حقك يا حبيبي. سعد قلبي على هاي الحلقه. يلا يسعد قلبك على المله. الله يخليك والله شرفك. الله يعزك. الشهاده والله محتز بيها. تكتب النص الحسيني بعقلك لو بشعريتك. داخل نجل الشعر، هو الشعر محطه بين الوعي واللاوعي، بين القلب والموقف والشاعريه، هي منطقه زئبقيه ما اعرف يعني وين. بس من تجي النوبه تتعمق بيها تجي الامام الحسين. الإمام الحسين كذلك هو يعني بين العقل بين الوعي بين اللاوعي بين الاختيار الصح بين الشاعرية العظيمة اللي بموقف الإمام الحسين. تدرى أنا استحن القصيدة الحسينية؟
يعني أنا قصيدة وجدانية أوكي طبيعي، أنت كاتب مثلاً صديقك لحبيبتك الموقف عادي تكتبها شلون ما تحس، لكن القضية الحسينية تكاتبها للرجل العظيم، أنت راح يسمح الحسين يعني لازم تحط بيها عقلك وشعريتك وتحط بيها وايد أشياء. أنا راح يسمح الحسين، راح يسمح واحد كرم بخمس الكرم العفو الشجاعة والفصاحة فيعني القضية خطرة، قضية الإمام الحسين خطرة، وقضية القصيدة الحسينية أخطر باعتبار ممكن تقود الدنيا إلى مكانات أخرى. الحسين مسؤولية والقصيدة مسؤولية أكبر. هو سؤال، أنت كتبت قصيدة للوصف، وصف الحسين، وصف المعركة، معركة الطف، وصف الطف. إيه كتبت مع العلم كنت متوقعك ما كاتب يعني. لا كتبت، أنا رحت للطف بخيالي وكتبت قصيدة شفته، اللي شفته أنا الحسين شلون أشوفه والمعركة شلون شفته. نعم كتبت. ما أدري إذا كانت محضرة من ضمن. أنا شفت النقلة الثانية تقرأ جوهر لديان، لكن أقرأها لا بأس يعني. يلا اسمع. هي قصيدة. نرجع الجوهر لديان بعدها. إيه نرجع الجوهر لديان إن شاء الله. هي اسمها صلاة الريح قصيدة. هي رحلة للطف بخيال شاعر. وصلت بطيف متأخر بوقت كان التراب استوى جاي يطيح، ولا توها خلصان المعركة، الخيل استوى رايح، تراب استوى جاي يطيح. وصلت بطيف متأخر، تراب استوى جاي يطيح بوقت كان التراب استوى جاي يطيح، صنطة تخاف تتنفس في الزريح، صنطة السمع بس للعين، المشهد ينسمع واضح للي يشوفون، اللون اللي ينشف على القاع صوتي يصير ما تقدر تضم الريح، بذيك القاع بصمات الحوافر ترسم للجاي شجر هاجت عليها الريح، بذيك القاع تعرف الصوت من اللون، من ذيك الحمامة نسفت على القاع المبيض، من ذاك الصعد دم يبس على التيجان، من كل الوجوه الخاطها الدينار وانحطت مداس الشهوة السلطان، بذيك القاع أسود طوخ وأحمر طوخ وأبيض طوخ مختلطات، والتاريخ قاعد يفرز الألوان، اللي هو ما شافني مرتبك كلش كان، نص يدفع بقايا الخيم عن العين ونص ملتهي نظف ثوبه منه وشالت الدخان، خايف لا يحطونه سواد بخانة الألوان، المهم ما شافني ومريت لقيت النهر ذكرى بسجن ما بي ناس، الهوى ما شافني المهم ما شافني ومريت لقيت النهر ذكرى بسجن ما بي ناس، طلع راعيها بس ضلت ورا القضبان، لقيت على الجرف مكتوب رخيص المايل العبره سفر عميان، لقيت هناك قيد وسلسله وعمدان وشمس غرقانه تنده جثه العطشان، واصبع منتفض اصبع منتفض ما سجد مثل الناس، مبدل مكسر المحبره بنص القصص نشان، مبدل محبره بوجوههم لليوم دلت بدت بديوان، اصبع درى اللي يبصم على الرماد يضيع، اصبع درى اللي يبصم على الرماد يضيع، قطعوه ونزرع بعيون كل سجان، وشف متبدحنا وثار على الرايات شيا ما منط نفس الشهوة البيبان، مدر صار درت وجهي لقيت القصبة المشيبة رمح ينتابها الوهواس، قلت نفس الشكل شال ليش مو مشعل، فجأة طشر النفاش عرفت هنا صعب يختار شكل الصح خفيف الراس، عرفت هنا صعب يختار درب الصح خفيف الراس، مدر صار دنكتر دشوف شبيها هاي القاع، شربت من الرمل قمرة بقفل حراس، مدر صار فزت ريح طشرتني راس هناك عين هناك قلب هناك، حاولت انجمع حاولت اوقف الريح، مديت ايدي راحت كاغد ويا الريح بالقوة لحد قلبي، وجان الصوت من قلبي شو تسويني اروح اشيلم الطيف اشيلم الطيف، خذت قلبه بقيت افتر بقيت افتر مثل اللي ينسأل بالصحراء عن قبلة صلاة الريح، بقيت افتر بقيت افتر لاقان الضوء، قلت له الطريق منين؟ ضحك ما ادري بكى وقال انتبه يا انسان بهاي القاع بس ذيك الجثث تعرف تدليك الطريق الزين، درت وجهي لقيت الشيب نجمة تدلل متيهين، لقيت الدم جواز الكل زمن بي صوت، صوت الكل زمن بي صوت، تذاكر للحياة للرفض للموقف، تذاكر ما تميز بين لون ولون جون اسود، تذاكر ما تميز بين دين ودين، تاريخ انتهى ما بيها بس بيها تواريخ انتماءات الجذر للطين، تذاكر بيها مكتوب الشمس حق من حقوق الناس، الخبز حق من حقوق الناس،
الحلم والطير ما ينحطن بحراس، القاعش ما يبتشيها جراد السلطة برواح الفلح تنباس، بشوفة طفل يضحك شوفة أم مبتسمة للتنور، بشوفة أب يراض الماي والناعور، بشوفة طير بالمسجد بنعشة وأمن ما يصير ندور، بشوفة قصر ينطي وقلبه يكبر فوق كرسيه مو ياخذ ويبني الكرسي فوق قبور. الله بهالصور ينشاف، الله بهالصور ينشم، وبنهاية كل سطر مكتوب انتبه سعر التذاكر دم. ما وحت التذاكر روس ما بيها، عرفت هنا الروس الزينة تتوزع ضوء على الناس. قلت عافية ثقيل الراس، درت وجهي لقيت أرواح مجتمعة، درت وجهي لقيت أرواح مجتمعة، أرواح مجنحة بالضحكة والدمعة، أرواح مبينة مالت ناس مهيوبة على غير الزينة ما تلتم. قلت خل اسمع الشي يحجون. قامت روح من ريشاتها تعرف الزلم يا لون، قالت لقيت أرواح مجتمع أرواح مبينة مالت ناس مهيوبة على غير الزينة ما تلتم. قلت خل اسمع الشي يحجون. قامت روح من ريشاتها تعرف الزلم يا لون، قالت من طلعت من الجسد من شفت واحد حسين منا بدا تطفل من صدق يوجع، واحد حسين والخيل على قد القاع ملح ومحاوط الفلاح، هذا المنظر أول سهم جاس العين سهمهم ذاك ما يوجع، واحد حسين خيم خيل وجربة متبدية وخيم وصياح، بأن أكثر دشيل السيف ما ينشال سيف بعالم الأرواح، ما ينشال سيف بعالم الأرواح، وهذا أول وجه حسيته بجفوفي طيحة شفل ولا هناك ما توجع، واحد حسين وضوى من النبي بيده وقباله سهم ضل مراعية على لحظة يهديده، عفت السيف ركضت بصدر قلت أشقف عبرنا وطشر القرآن بيد حسين، ألام الناصر وتحرك السجاد صرت اثنين صرت هواي وكل اتجاه ركض شيلوا خيام شيلوا خيل شيل حسين، وأنا أسمع وأنا أسمع نزل دمعي أثار الطيف هم يبشي، نزل دمعي وبأول شهقة فزت ريح طشرتني، صحت يا ريح صبري لي الشريحة صبري لي، بس خلفتهم شي يصير بالتالي ولا صبرت أثار الريح حتى بطيف ما تندار ولا صبرت، فزت ريح طشرتني ذاكرت القديمة هناك ذاكرت الجديدة هناك راس هناك، حاولت أنجمع حاولت أوقف الريح ولحد هسه أدور الباقي من عند بزوايا الريح مثل ما لسه يا مولاي من صبعك ما قثر بعيون كل سجان. شكرا. الله 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 عليك أحسنت. الله الله يعزك استاذ محمد. الله يعزك الله يحفظك. ما ادري استفزتني مفردة الذاكره القديمه والذاكره الجديده ذا بها انتقال للمله ما بين ذاكرتنا القديمه اللي تعجب التراث الحسيني. شو وقت تريد تقرا شيء من التراث؟ شو وقت يجيك هذا الاحساس؟ باي مجلس؟ والله هي المجالس احنا دائما من نشوف شيف مبارك شيابنا طبعا كل التحيه لهم هاي الشيف مبارك نقرا بيه تراث، احنا دائما من نشوف شيف مبارك قاعد في المجلس نقرا تراث، لان كان بذاك الزمان ماكو مجالس مثل هسه صح ولا لا؟ كانت المجالس يعني ببيوت والصوت ناصي، فهسه لا والف عين مفتوحه على البيت صح ولا لا؟ فهسه لا والله يعني كل ما اشوف شيف يعني بالمجلس نقرا تراث الحسين. نقرأ قصيدة إن شاء الله، هي تقول قل لي يا الميمون وين والينا راح أبو السجاد لو بالله ودعتك
وبوقة روحي تلوج وانتظر جيتك وعيوني تهر جيتني خالي حسين شاوينة حسين شاوينة رحمني الله يعزك الله الله يعزك سنت ولا تاخذك الوقت ما كانت العالم ما تقدر تسمعها ممكن يوصل جبروت السلطة انه تحرم العالم من انه تسمع او من انه تحرم العالم من انه تبكي هسه ممكن تحرم العالم من انه تسمع اذا كان عندها الامكانيه لكن انه تبكي لا لان الامام حسين حتى لو ما سمعتك تبكي له مجرد يمر يعني ذكرى بذاكرتك يمر عاشور من قدامك يمر مواقف تشبه الطف قدامك فانت تبكي ما ممكن واحد يمنع واحد يبكي ممكن يقدرون يمنعون ان تسمع بالخفيه كذا لكن ما ممكن ما تبكي الدمع شنو يفكر من انا اريد انا بشنو افكر من اريد احرم صفاء من انه يسمع لانه خاف من الصوت الصوت يوعي السلطان ما يدك توعي اذا كان السلطان جار ما يدك توعي لذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول اعظم جهاد عند الله كلمه حق عند سلطان جار ماكو شيء يخوف السلطان اكثر من الكلمه الصوت هو من يمنع فلان ما يحكي ويمنع فلان ما يسمع لانه يخاف من الصوت وخاصه هو الحسين ابو الثوار هو منبع مركز الثوره هو فأكيد يخافوا على مر العصور قلب التاريخ وشوف ايش قد يخافون من الحسين ومن زواره قطعوا شفوف وكذا وسوى وحاولوا يمنعون لكن هو بالاخير احنا قبل شوي يمكن سولفنا على موضوع ان الحق بالاخير يبقى السلطان يزول والحق طبعاً يبقى صدق يبقى خلينا ممكن جوهر الاديان لو بالك غير شيء انا ارتقي اعتراف بس راح نقرا جوهر الاديان لا هالمره لا هالمره خليك على اللي انت رايد تقرا راح اقرا اعتراف لاد تمام وبعد هذا اكو وقت نقرا جوهر الاديان ان شاء الله اعتراف تمام طبعا اقاطعك بالخير انا اريدت اختصر الحوار حتى نكثر من الماده الشعريه سواء كانت قصائد او قراءات للمله يعني حتى الله. الناس تستفاد باكبر قدر ان شاء الله يعني فاعذروني اذا قللت الحوار يعني بس ان شاء الله ان شاء الله اعتراف هي قصيده الى سيدي ومولاي الامام حسين اعتراف سلام الله خناك اكثر من الكوفه مولاي ومن جبن البعض المستحطين بنفس شفوفنا ثوبت لك الماي للي يذبحوك حدينا سكاكين الظلم والثوره صارن بس هتافات نبكي لك ونضحك للسياسي قدام الاعلام نصيح هيهات ورا الشاشات نمسح بالكراسي الدم قبالنا وندور ثبات وقبطان الكرامه بذله راسي اباوع لك ضوع من كل كتر جاي اديرا وجهي ظلم محاوطة الدين فشل وتفاخر السرداب بفياي عفن وتراب متروس الروازي على المهرة بعد ما نصعد شراع والهلهولة ما تهز الشوارب على روس العقل وشيلة بالقاع ويوم ولد انكشفت قصايب كون اللي ينتمي لك رقبة متاع الدرب الرمح مو قاعد يطالب كبير انت اللي يحبك لازم هواي واحنا هواي نصغر للسلاطين انت الراي واحنا الكمل براي انت الرفض واحنا بكل شراضين نحب ثورتك بس اعزاز الشفوف بصلاة الخوف متروس المعابد مثل طبع النهر ما تدري ايش يشوف يركض ما تعرف هات شارد علينا اللطم وانت عليك السيوف بثورتك هيج علمان المشاهد وحقك هيج قسمنا المشاهد حتى لا تطلع ناقص حروف دمك حار اللي تبع بارد شعب متروس دم صيحة هون ما نعرف نلاقي السهم بعيون دوم الصح يا عباس ونخون أثر ما مش ثاراتك علمتون الرايات الحمر بس على المراقب يلترسم صور لطف أوصيك بناء الطف ضخم إياك تهدم يلترسم صور لطف أوصيك بناء الطف ضخم إياك تهدم بل الفارس ذاك الريشة تنقاس على رأس أبو فاضل طير ترسم ولا تحتاج مي إذا تحتاج مي بس ارسم شفوف والله الصورة لو صحراء تغير وارسم جربة بين الشجرة والفاس لا ترسم عطش وتوهم الناس
شرب يا نفسه هون وقام عباس شرب ورتوه وقام كيف يعزم إذا بين النوار صار حلفان بس بقصة العباس تقسم وحط رتبة قمر حط رتبة قمر من ترسم حسين وورا الرتبة عباد شليئي المظلم ورسم متن يما الصوت مذلول تجي لك زينب على الصورة تختم وحجب ريشتك من ترسم خيام وغمض الدرب من الكوفة للشام ورسم حرمة أمه وأبن الأيتام قلبها مطشر ودرعان حتلم هاي كان فيها وظلها عباس تغص القاعدة أراد التحشم وابجي ابجي ابجي بكثر ما عبد الله شفاف وقبل لا ترسمه ناغي لا تسلم مو مال الذبح عبد الله ينباس بشف ارسم رقبة الريشة تلتشم وحب لعابته حب لعابته وارسم علي قمار سهم يابس بوردة راس ريشي ولأن كلهم علي كلهم علي حط بالصور نور وحرية وكرم وعمامة تخدم وأطرها بخبز أطرها بخبز مو بالذهب لا الذهب بحسابهم ما يمدح يذب لأن لون خريف الذهب ذبوه ولأن بياضة مثلهم فضة تخدم وبالك بالك لا تعلق صورة على الباب لا تعلق صورة على الباب اسمارك وايد وايد شكرا الله 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 يعزك الله أحسنت يا صاحبي الله ملاني طبيعة الحال بعمري ما استخدمت أشياء شخصية للضيف حتى ممكن أطرحها بالجو بس فكرة أنه إنسان يقرأ للناس بطريقة تسبب لهم الحزن عن شيء معين أنا ممكن كمقدم برامج يستفزني إحساسه هو وجاي يقرأ مو إحساس الناس لأنه أريد أشوف شنو الطريقة اللي قدر يوصل بها الحزن وخلي الناس تبكي شلون كان إحساسك بأول قراءة عن الأم وأكيد الرحمة والخلود والروح والدتك هي غادرت الحياة قبل فترة بسيطة شو حسيت أول ما قرأت شوية تعرفوا القصائد جاي تنكتب طبعا من شعراء شوية على الأم القراءة صعبة احنا بعد نذكر للزهراء سلام الله عليه يعني اليوم الشعراء من يكتبوا النعي أو قصيدة على الأم تعرف هذا اليوم الناس اللي قاعدة بالمجلس هذا المفارق والدة هذا كله مفارق عزاز فمن يسمعون قصائد نعي أو لطمية طبعا بعد واحد راح يعيش شوي رادود ويتذكر أحبابه يتذكر الحسين عليه السلام يتذكر فاطمة الزهراء فاحنا الحمد لله والشكر جاينا قبل مجالس نهاية ونعمة أنت ما ردت تجاوب جواب مباشر على السؤال وأنا كلش أحترم أحترم ردك الله بس هذا ما يمنع بأنه نسمع مقطوع اللوم إن شاء الله نسمع مقطوع اللوم بشوية شوية صعبة والله يا اللوم يعني كل الصعبة الله يكون بعونك الله يكون بعزك ويرحم كل أمهاتنا آمين بعد شاعرها على سقار الحماوي الحبيب نوجه له تحية من خلال برنامجكم يقول تبقيني يمه ويانا ردنا تبقيني يمه ويانا ردنا مو بعد عدنا سوالف وياك يما فرفح قلبنا وعلى الزتات للنجف غصبا عنا وداك آخ يما إقو كانت الحجية حنينة من فارقتنا صار بينا يا أبوي كانت الحجية حنينة يما من فارقتنا صار بينا والكم والأمة مرزينا خلق الله كلهم حاسدين يا يما قلب شلال
يما والحسين خلافك بقابل الحياطين غافلنا والله وباقيك البين ويا النجف خلاش ترحين اخ يما يا يما بصحتنا كون ولا بصحتك يما بالبيت محتاجين ضلتك يا الماشي علينا كلمتك يما يا يما يا يما يا يما يما اندفنت الحنية بدفينتي يما اندفنت الحنية بدفنتيك من مت يما من مت يما الشي بالراس وعقبك البيت انت رس وهواس يما يما رجليك وجه وقفيت الباس يا معدلة من الجدم الراس يما يقول معزبة يا ام معزبة يا ام ماكو منها ماكو منها حاتم بالعزوب يا جنة والكم شلون تخلى عنها ما تنسى الطاهر لبنها يما يا عمت عين تراب غطاك يما يا عمت عين تراب غطاك مخليت مكون فراش جواك يما كل شي خسرنا مين خسرنا انا خذافك اللقمة قوة اللاك يما يا صاحبتي الحنينة يما ويا حياتي يما يا سجادة وسبحة صلاة يما خذافك اللي قوى قوى تلاك الله الله احسنت الله يعزك يا اخوي شوي حياكم ان شاء الله الله يخليك يا رب ان شاء الله يجعل مثواه الجنه الله يعزك يا اخوي الله يسلمك ويخليك هو الفقدان نبقى نقدر نوصف أي شيء إلا قهر عباده بالموت قهر ما بعد قهر يعني هو وقهر عباده بالموت أنا ما شفتك بس هو الحزن باب مجرد ما تفتحه فبالتالي تفوت العالم أو تفوت مكان مليء بالمحطات أنا ما شفتك وراء وفاة زيد الله يرحمه الله ما صار لنا لقاء يمكن أنا بعد وفاته هماتي ما يعني ما طلعت وايد الناس أو إحنا بصورة عامة يعني أصدقاء ما يعني ما صرنا مثل قبل إيش قصر له فوق سنتين من توت إحنا كنا يوميا يمكن نجمع أو نلتقي كل أسبوع يعني نبات سوى ببيت واحد من أصدقائنا صارنا سنتين وكسر إحنا ما بايتين ببيت واحد إيه ف هو الموت مزعج مزعج جدا إيه موت شلون تلقيت الخبر أنا بيومه كنت نايم 3:30-4 إلا هيك شيء ف ليث أخويا تحياتنا له تحياتنا لك ما ينام يعني هو بالليل فدار بالموضوع خبر للعلوية قعدتنا العلوية الساعة 5 هي سولف لي 5:30 سولف لي أنا ما أتذكر فقالت لي مسوي زيد مسوي أنا ما قلت له نام يعني هاي هي سولف لي بعدين الساعة 7:30
قعدتني زيد علاقته بي عائليه الى درجه انه هو من اخلي قدام الغداء يقول لي هاي اليوم العلويه طابختها، يقول لي هاي اليوم امك اللي طابخه هيك يعني. فالعلويه قعدتني تبكي، قلت لها شو؟ قالت قوم صاحبك همات، يعني اكو واحد ثاني ميت. اي ف واحد سبعة كان يوم مزعج ويوم يعني غيرنا وراه. الله يرحم سيد. الله يرحم. الله يرحم سيد. خذ على روحه وعلى روح علي مهدي. قلت لك سبحان الله، هو الحزن باب من تفتحه بعد كل الصعب انه ينسد. خلينا نروح القراءة الشعرية من اختيارك. الله يرحم سيد، انا ما اقدر اطلع من الموضوع. ايه ونهديها ثواب القصيدة، نهدي الروح زيد وروح علي مهدي وروح كل أصدقائنا اللي راحوا. هاي من شين طفل أتذكر أنه أمه كانت مع القصورة الإمام الحسين عليه السلام، صورة رمزية اللي هي بها رأس الإمام الحسين على الرمح. أتذكر كان يمها الحائط مفطور، يعني هذا اللي أشياء ظالة بذاكرتي من طفولتي لهذا. فيما بعد هم ما تنبقت أشياء ببالي، فمنا من هذا اللقطة كتبت قصيدة اسمها جوهر الأديان. أول ما فتحت عيون شفتك راس، حرز حطوها لي عن وحشة الحيطان. كبرت شوية شفتك بالدعاء تارس شفوف مع الغياب، بريري صبر البيبان. كبرت شوية شفتك آخر الحلفان، كبرت شوية شفتك كسر بالتيجان، كبرت شوية شفتك لا سحقت على الرمح والتاج والسلطان. صفقت وقلت هيك الرقاب تعيش، وجست رقبته وقلت لها العمر خلصان، لعدها حسين عيب على لو سادة تموت من توصل الدلة لخبزة الجوعان. وشلت صورتك صوت صوت ورحت اقول للناس هذا حسين، هذا حسين بهذا العطش خضرت شجرة التاريخ. عطشوا لا ذلكم سطوة النهران، هذا حسين هذا من عرف دمه درب للشوف وقف جوا الشمس ريحان. لا تخافون ذم السيف برقاب وتدل الناس، وهنيال اللي حط برقبته نيشان. هذا حسين صحت يا ناس، هذا حسين ولا واحد على يندار يسمعوني، لا تشل محد على يندار. شايب هزديه وقام واحد مسح قصته وراح، واحد ما ادري سوى هناك هواي وغادي شوية عنهم ضحكن النسوان. قلت غلطان غلطان أكيد بهالحكي يدرون غير حسين، شلون أعطيهم العنوان للعنوان؟ وكبرت شوي كبرت شوي بس يا ريت ما كبران. لقيتك درع على السلطة، لقيتك اسكت الكلة، رفضت كرسي خايف يذبح الربعان، رفضت علمتوني يصلى كل صوت وكل سال قاسم يزفونه الدفان. لقيتك للي سكتون الشعب عنوان، لقيتك للي يبوقون الوطن عنوان، ولقيتك للي يسكتون الشعب عنوان. شفتهم من نجوا والتموا على الناس، جثث تمت على جروح الغربان. غمضت وصحت يا ريت ما كبران، يا ريت ما كبران، ما ظل بالزلم شيمه بكل راياتهم يا زينب الحوراء وصاحب يا حسين وحرقه وخيمه. وحك كل راس وحك كل راس ما سلم جدام المشية المرياع والرعيان، كان بهالخيم قرآن. باسمك حرقة والقرآن، باسمك نبتة والحافر بصدر القاع، وعلى كبر الخريطة سلبة والقمصان. ومن تلوثت بالعرض والدم والأرض والدين، باسمك لمعة والتيجان. غمضت وصحت يا ريت ما كبران، يا ريت ما كبران. لقيتك كاتب الكل صوت، لقيتك سجل للحر وكلبشة وقفل السجان. الله غمضت وصحت يا ريت ما كبران، لقيتك على المنصات الخذاها بذل شعر خربان، وعلى المنبر الخايف على الحق يموت، لقيتك بالحرب خسران. ساعة اختك يفرعوها وساعة الثوب لازم مدر من يعصوب، وساعة وعيب اسولف عيب اسولف. ذلوكم على المنبر يا ابو الهيهات، الما تقبل دمح حيطيح طيحه ومن ستر هردان. غمضت وصحت يا ريت ما كبران، يا ريت ما كبران. لقيتك موسم يبتشون بيك الناس ويتعامل على ليبشون من الأفلام، وطبعت المجالسهم لقيت ما فهم شي بيك. نعم لقيتك موسمي بتشون بيك الناس ويتعامل على ليبشون من الأفلام، وطبعت المجالسهم لقيت ما فهم شي بيك. قعد للوادم يفهمك، طبيت ولقيت الصوت اللي يجيب لهم الجمهور أغلى هواي من دمك. طبيت ولقيت هواي ما يعرفون غير اسمك، طبيت ولقيتك تفرق للناس. صحت يا فلان قال واحد اللطن،
قلت مو هيك واحد الناس. قالوا بر والسلم قبل لا يبتزل فنجان. طردون وبكيتك عجرف عطشان. طردوني وعرفت بسر صور وكيش من دون الصور مدبوح على الحيطان. طردوني ودرد قلب القبل تكلاب وعبر جدمة صلاة الخوف وصليتك صلاة المايل الشجعان. نفضت هدومي من عدهم وشلتك دم شلتك دم يطف الليل للحلمان. يجيب الخبز يجيب الخبز ده الجوعان. عدة الزلمة موقف ما يهم اللون جون أسود ولكن أبيض من السيف. قدام المواقف تسقط الألوان. وهب نصراني بس قبل وهب نصراني بس قبل يفزع طاح. ما فكر وقال أديان مختلفات ركض يدري المواقف جوهر الأديان. الله شفتك دم شفتك دم. دم يعرف القيمة العليا عند الخالق الإنسان. دم يلمع زلم ما خرب الدخان. شفتك دم ونفضت هدومه من عدهم ودرت قلبه عليك وبستك من بعيد زلمة وقائد وكلمة وسفينه وبوصله وصفقه. شكرا. الله الله يعزك. الله الله يحفظك. اذن هي المواقف جوهر الاديان. بالفعل مواقف جوهر كل الاديان. احسنت. الله يعزك. ملا كان اكو نص تحياتنا للحبيب سعد شميل. الله يعزك. ايش ذنت به قبل ما نصعد؟ اي فيا ريت اذا موجود نسمعه. اي بخدمتك. يقول يا هل بك والمشتاق لعيوني يا هل بك والمشتاق لعيوني تذكروني بعدكم لو نسيتوني. ضحكت سوالفي تذكرون هالأولى من تقعدون على السفرة تذكروني. يقول ما قلكم بقبر شلون وحش الصير من أحسب للخميس وما زوروني. اشتاق لكم وتدرون من اشتاق القبور اللي بصف وش قد يواسوني. الله القبور اللي بصفي اش قد يواسوني. خطيه والكم خطيه والحنين اشلون هبدوني. اذكر من وصلت البيت نبتابوت نامت فوق ما قبلت يشيلوني. الله الله ما قبلت يشيلوني. قالت شلونك يا بعد امك شلونك بعدك حلو لو خرب لون بعدك. السلام عليكم. وش يا الله حبيبي. احسنت يا حبيبي. الله يوفقك ملا في دول الحلقه اخوي. الله فوق الجميع ان شاء الله. هو احنا سبحان الله دائما مع صراع مع الوقت وشعرفنا على الانتهاء فبيمن حاب نختم. احنا بدينا بالحسين نختم بالحسين. احسنت. قصيده اسمها مغرب الكادح. اقول له سيدي ومولاي الامام الحسين اقول له دمك مغرب الكادح ولائك دين صدرك وطن حر وشيبتك نجمة راسك درس واضح للي يقوم مو رجلين يحتاج الزلم ذمه. اش حلاتك بالعطش تطر ربيع الوان نهر المبدا بجرفينك تسمى لسه الماء يصعد والقمر يجفي يربى بضفتك يا مايلي. الله لسه الماء يصعد والقمر يجفي اللي يربى بضفتك يا ما اللي همه. من شفت المواقف لا حد خان سيفك ركض قدام النظر نسمه رضيعك ناوش الغبش نشيد وراي. الله
قالها الطير يطب لا صبح زحمة بلوانك لقوا لوحة خبز ذبحوك رادوا يخربوهن ما دروا غشم سم بالفقرة كل ما صفرت تنباس لونك خير شانتش كثر نعمة كل ما يعلم موقف زين أشوفك راس قالوا شو تحبه جاوبت زلمة ساعة القاق غامي كل ما يعلم موقف زين رضيعك ما وشو غبش نشيد وراي قالها الطير قبل صبح زحمة بلوانك لقوا لوحة خبز ذبحوك رادوا يخربوها المادرة وغشمة سن بالفقرة كل ما صافرت تنباس لونك خير شانتش كثر نعمة كل ما يعلم موقف زين أشوفك راس قالوا شو تحبه جاوبت زلمة ساعة القاق غامي منقع التاريخ ساعة القاك سيف الفقرة تشتمه إش طاح بثورتك دمله وعطر مولاي شو لسه الزمن ما يقدر يلمه إش طاح بثورتك دم لو عطر مولاي شو لسه الزمن ما يقدر يلمه إش كبر جرحك بقلل مختنك شباك وحضن دافي وجفل لو تشرى وحومه أشوفك شمس تطلع بسج المرات وموسم يشوفونك كل من وفهمه اسكت قالوا وجاوبت شاو حسين والطرف والسبايا وخيبته ودمه اللي يبكي لك وخايف ينذبح شذاب اي والله اللي يبكي لك وخايف ينذبح شذاب بس بقلبي يثورون لك لجمه من شتمونه مثل القنبله درت العين قلت هو كبير الواد من شتمه الله الله غريبه القلق كل ما باوع على الناس من بعيد اشوفك ضوء ابن الضل شكرا الله الله عليك شكرا سنين من الكلام على المنابر ولكن سبحان الله البياض هو بياض الحمد لله وشكرا ملا نص حسيني نختم به الحلقة يا عباس يا ملوحة حكينا خل الهوى ما يطخ عبينا يقول بريشة توزع في علينا منين نصيحة يجينا عباس 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 خيمتها وحبلها تقول زينب عباس خيمتنا وحبلها يا وعمودها الشايل ثقلها الله ونعم الما إلها حي العباس إلها الزليم ترجيف منا كلها الله يعزك يا حبيبي موفقين إن شاء الله حبيبي ضيوف الأكارم شكرا إن شاء الله يا رب هاي الحلقة بميزان حسناتكم شكرا لك سلام يا حبيبي شكرا شكرا لك حبيبي الله يعزك أعزائنا المشاهدين خلصت حلقتنا لهذا اليوم أكيد انتظرونا بحلقات قادمة في أمان الله.